مي عمر هتعمل مسلسل في رمضان اسمه نعمة الأفوكاتو. طب من إخراج مين ومن تأليف مين؟ من إخراج محمد سامي ومن تأليف محمد سامي وطارق مهاب. المسلسل مي عمر طالعة فيه بدور محامية بسيطة، محامية بتواجه تحديات كبيرة. المسلسل هيكون متكون من 15 حلقة، وهيكون دورها فيه عبارة عن محامية بسيطة بتواجه تحديات من ناحيتين، من ناحية مكتب المحامية اللي بتشتغل فيه، ومن ناحية جوزها اللي هيطلع ان هو بيسرقها وقرفها فشل. المسلسل بطولة أروى جودة، أحمد زاهر، كمال أبو ريا، ومجموعة كبيرة من الفنانين. السؤال بقى هنا، هو محمد سامي ما عملش لمحمد رمضان عشان يتفرغ لمي عمر؟ أما نشوف، يمكن المسلسل يعمل رجة حلوة ويبقى كويس كعادة محمد سامي، إن هو بينجم أي نجم معاه أو أي فنان معاه، وبيحاول إن هو يلفت انتباه المشاهد بعد قفلة كل حلقة من حلقات المسلسلات. وده تعرف من محمد سامي لما كتب مسلسل البرنس لمحمد رمضان، ومسلسل جعفر العمدة اللي كان كل الناس بتتلف حوالين الشاشة السنة اللي فاتت في رمضان بتنتظر جعفر عمل ايه مع ابنه. اخر عمل قدمته مي عمر كان رمضان اللي فات، رمضان 2023، كان مسلسل علاقة مشروعة. مسلسل كان من تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي. المسلسل كان برضو عبارة عن 15 حلقة، وكان بيشاركها البطولة ياسر جلال ومراد مكرم وداليا مصطفى وميمي جمال. اما نشوف محمد سامي هيعمل السنة دي ايه مع مي عمر. نعمل أفوكاتو.